غسالة أطباق تورنيدو وغسالات الأطباق شارب يعتبروا من غسالات الأطباق الرئيسية في المطبخ وعليهم طلب كبير ومن بين الخيارات المتاحة في سوق الأجهزة الكهربائية المنزلية في مصر. غسالة الأطباق تورنيدو وغسالات الأطباق شارب من أفضل أنواع غسالات الأطباق في مصر، بتتميز بمميزات جميلة جدا بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة. طبعا الأيام دي كل الناس في حيرة وبتسأل على الأسعار اللي تكاد تكون بتتغير كل يوم، واحنا بنحاول نوافيكم بكل جديد في الاسعار. فممكن حضرتك تدخل في القناة كده وتاخدوا لفة كده في محتوى القناة عشان لما تنزلوا تشتروا حاجة من السوق يكون عندكم فكرة ومعلومة صحيحة عن المنتج اللي هتشتروه. وبنفكركم بان قناة معرض منزلي للادوات المنزلية مهتمة بجميع الادوات المنزلية والاجهزة الكهربائية المنزلية في بيتك، وبنقدم لكم مراجعات ونصايح هامة في الاستخدام. فلو حضراتكم مهتمين وعندكم اي استفسار عن اي منتج من الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنرد عليكم في اسرع وقت. وطبعا بالتاكيد بنتمنى تشتركوا معانا في قناه معرض منزلي للادوات المنزليه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد من الفيديوهات والريفيوهات. وبننوه كمان ان الاسعار اللي هنعرضها عليكم دي مش ثابته في كل المعارض، ممكن تزيد حاجات بسيطه او تقل حاجه بسيطه في خلال الايام دي. وهتلاقوا في صندوق الوصف مجموعه كبيره من الفيديوهات الخاصه باسعار كتير من الثلاجات والبوتاجازات والاجهزه الكهربائيه المنزليه ومميزات وعيوب كتير منها. بنحاول نساعدكم في اختيار المنتجات ومعرفه الاسعار. علينا نوضح وعلى حضراتكم طبعا الاختيار. يلا مع بعض نشوف اسعار غسالات الأطباق تورنيدو بالإضافة لغسالات الأطباق شارب. يلا نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ونشوف أسعارهم حاليا كام. هنبدأ بغسالات أطباق تورنيدو. غسالة أطباق التورنيدو العشرة فرد اللون السيلفر 7 برامج ب19,500. أما غسالات الأطباق تورنيدو ال 12 فرد اللون السيلفر 6 برامج ب24,000 جنيه. غسالة أطباق تورنيدو ال 12 فرد اللون السيلفر الديجيتال 8 برامج ب25,000 جنيه. غسالات أطباق تورنيدو ال 10 أفراد السيلفر الغامق ب23,000 جنيه. غسالة أطباق تورنيدو ال 12 فرد إينوكس ب29,000 جنيه. غسالات الأطباق تورنيدو ال 12 فرد إينوكس غامق ب30,000 جنيه. أما غسالات أطباق تورنيدو ال 13 فرد السيلفر الغامق ب31,000 جنيه. غسالات أطباق تورنيدو ال 15 فرد إينوكس ب38,000 جنيه. أما سعر غسالة الأطباق التورنيدو ال 15 فرد إينوكس غامق ب39,000 جنيه. نشوف كمان بقى أسعار غسالات الأطباق من شرب. غسالة أطباق الشرب ال 15 فرد اللون السيلفر موتور إنفرتر ب42,500. أما بالنسبة لغسالة أطباق الشرب ال 15 فرد لون أسود موتور إنفرتر ب44,000 جنيه. غسالة الأطباق الشرب ال 15 فرد لون سيلفر ديجيتال الموتور إنفرتر ب48,000 جنيه. غسالة الأطباق الشرب ال 15 فرد اللون الأسود الديجيتال موتور إنفرتر ب49,000 جنيه. أما بالنسبة لغسالة الأطباق الشرب الأربع أفراد اللون السيلفر الديجيتال بخار موتور انفرتر ب50,000 جنيه. اخر غسالة معانا وهي غسالة اطباق الشرب ال 14 فرد اللون الاسود الديجيتال بخار موتور انفرتر ب52,000 جنيه. وهنسيب لكم في صندوق الوصف فيديو بيتكلم عن اهم معايير ومواصفات اختيار غسالات الاطباق. بنتمنى نكون بنفيدكم ولو بالقليل في الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها والأسعار اللي بنعرضها عليكم في قناة معرض منزلي للأدوات المنزلية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، وأي منتج حابين ان احنا نعمل عنه ريفيو اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله معاكم مكملين من معرض منزلي للأدوات المنزلية. بنشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.